وأيضا كمان بخصوص التعليم النظام الثانوية العامة الجديد، أكد دكتور طارق شوقي أنه تعديل نظام الثانوية العامة إلى نظام التقييم على 3 سنوات، بحيث الطالب حيجتاز عددا من الامتحانات على مدار السنوات الثلاثة، ويحتسب منهم الدرجات الأعلى بنسب متدرجة تتضمن حضور الطالب ونجاحه في كل الامتحانات. ونظام الثانوية العامة المعدل مش هيكون فيه نفس التقييم القديم علمي وأدبي، هيدرس الطالب في الصف الثاني الثانوي شعبتين علمي وأدبي، وفي ثالثة ثانوي نفس الشعبتين من غير التشعب لعلمي علوم أو رياضة. وكمان تم مراعاة المعايير العالمية في وضع الدرجات وتنظيم ساعات دراسة المواد علشان تتماشى مع النظام العالمي في التعليم.